السلام عليكم البنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. هنا البنات غندير معكم تطبيق ديال كيفاش نحلو نص طوق يكون مسدود من هنا، يعني غير نص طوق غير داك 40 سنتيم. كيفاش نحلوها؟ يعني هاد التقطيعه هذه غادي يكون دايرها ليكون الخياط، غيكون مقطع الخياط يعني هنا الفوق الرقبه، هنا غيكون داير واحد 40 سنتيم، غالبا كيديروا 40 سنتيم بحال هكا، كيبداو من هنا حتى العنق الفوق كيديروا 40 سنتيم. المهم كيكون عندك انت الامام من هنا من التحت كيكون مسدود، ومن الفوق غير نص الطوق بحال هكا. سولوني بزاف ديال الاخوات، سمحوا لي بعدا تعطلت عليكم، عاد كتب دابا باش نسجل لكم الطريقه. ها انتم البنات كنشدوا الثوب ديالنا كنديروه هذا القفه، هذا القفه ديال الثوب صافي، هذا الداخل ديال الثوب، وهذا اللي هنا الوجه. غادي نشدوه بحال هكا، نقلب نقرب لكم، نقلب بحال هكا، يعني بحيث هنا خاصها تكون واحد زاويه قائمه، يكون غادي في سطار واحد صافي. وغادي نثبتو هنا بواحد البره، غادي نجي للجهه الثانيه حتى هي، غادي نشد هذا، غادي نقلبو بحال هكا، يكونوا غاديين في نفس الصف، في نفس الخط عفوا، بحال هكذا حتى هو. غنثبتوه بواحد الفنيته بحال هكا، وغادي نجيو لهنا غنبلو هاد البلاصه هادي، وغنبلو هاد البلاصه هادي صافي. البنات هنا درت واحد البره في الخيط، كنجي لهنا هاد البلاصه هادي وكنبدا نبل بهذا الشكل هكا. وندور حتى من هنا، صافي. ونقطع الخيط كيف ما درت هذه الطريقه هذه من هذه الجهه، غندير حتى من الجهه الاخرى صافي. هنا غنحيد هذه البره، غنجي حتى هنا غادي ندير نفس الطريقه. صافي البنات بحال هكذا، وغادي نقطع نحيد لي باري، وغادي نقلب الثوب ديالي، نقلبو بحال هكذا صافي البنات. كيجي نص الطوق ديالنا على هذا الشكل هذا، كتشوفوا معايا هنا. انا خديت الخيطه البنات وبرمتو على 4 ديال الشعرات، نتوما ما تبرموش على 4، يعني اللي باغا تعلم تبرمو على 4 باش تعلم، حيت انا هنا دايره لكم غير تطبيق، غير واحد الطريف ديال الثوب شديتو فصلته بهذه الطريقه هذه، حيت طلبوه ليا الاخوات وما عنديش هذا الموديل هذا، فقلت ندير ليها تطبيق هكا في الطريف ديال الثوب. وبرمت الخيط على 4 البنات باش يبان لكم في الخدمه، باش تبان لكم مزيان وتكون واضحه صافي. كنجي لهنا جنب كنثبت الخيط ديالي، نتوما البنات الا بغيتو تخدموا موديل ديالكم فغادي تبرموا الخيط يا اما على جوج او لا على ثلاثة، ما تبرموش على 4، 4 كتكون خدمه سواقيه صافي. منين ضربت هنايا جنب غادي نجي هنا وندير غرزه في الوسط، ملي كندير غرزه في الوسط كنمشي تاني نضرب جنب هنايا
الجهة الأخرى. مني كنضرب جنب كنرجع البنات فهاد الخويط هذا ما بين هاد الغرزة وهاد الغرزة، فهاد الخويط هذا كندخل وندير واحد الغريزة. ندير واحد الغريزة هنا، كنجي تاني كندير واحد الغرزة هنا ما بين هاد الغرزة اللي في التوب هنا، كندخل هنايا فهاد الخويط هنا وندير الغريزة ديالي. نجي تاني نضرب في التوب من هاد الشيها، منين كنضرب في التوب كنخلي واحد الخويط هنايا، هاد الخيط هذا كنخليه على راحته ما كنزيرش، باش كنرجع وندير فيه غرزة. ومني كديروا غرزة البنات كتخلي واحد البلايصة هنا باش كديروا غرزة ديالكم ملي كتكونوا راجعين. صافي، ونجي نخدم هاد الغرزة هادي ديالي اللي في الوسط، نخدم هاد الغرزة الأخيرة هادي اللي عندي هنايا. هاي كنمشي تاني ندير غرزة في التوب وكنرجع في هداك الخويط كندير فيه غرزة، ونخدم هاد الغرز اللي عندي في الوسط، على هكذا نثبت هذا باش ما يبقاش يتبعني. صافي البنات، وكنجي هنا كندير تاني غرزة في التوب. ملي كندير غرزة في التوب ما كنزيرش بزاف، كنرجع هاد الخويط هذا اللي عندي تكون لي هنا كندير فيه غرزة، وكنخدم الغرز اللي عندي في الوسط كلهم. هنا البنات كل خط خدمتوه فراه كتزاد عندكم غرزة، دائما الرانطة اعتمدوا فيها الحساب. غنجي للجهة الاخرى حتى هي وغندير غرزة في التوب، نخلي الخويط غادي نرجع ندير فيه غريزه بحال هكذا، ونكمل هاد الغرز اللي عندي في الوسط. صافي البنات، وندير غرزه في التوب. هنا البنات كنرجع في هاد الخويط هذا كندير فيه غرزة، ونمشي في هاد الغرز اللي عندي في الوسط هكذا بشكل عادي. المهم كتبقاو البنات غاديين بحال هكا، فين ما كتضربوا في التوب كتزيدوا غرزة، كتخليوا داك الخويط وكتزيدوا فيه غرزة، والغرز ديالكم كتخدموهم بشكل عادي. المهم هذه الطريقة الا بغيتوا ديروا نص طوق حصيرة، بغيتو ديرو كوزات ولا شي موديل اخر فراه كتخدمو. المهم الطريقه ديال البديه ديال نص الطوق كتبقى نفسها. صافي هاد الخويط راه درت فيه غرزه، انا غادي نخدم هاد الغرز كاملين، نضرب في الثوب نطلع واحد الجزء ونرجع معاكم نوريكم كيفاش نقادو نص الطوق ديالنا. صافي البنات، هنا ملي كطلعوا العدد ديال او العرض ديال نص الطوق اللي نتوما بغيتو كتخدموا اخر غرزه بحال هكذا، وكتحبسوا تحيدوا فنيتات ديالكم وكتقلبوا الثوب من الظهر ديالو. صافي هنايا كتقلبي على ظهره كتحيدي ليه هاد التنبيله باش نبلتي الجهة الثانية كذلك.
صافي البنات، ملي كتحيدوا التنبيله ديالكم تشدوا بحال هكا كتقطعوا بالشكل هنا، كتكون بحيث هنا خص تكون واحد زاويه قائمه، فهمتوا؟ يعني هذا الخط، هذا الخط يكون غادي بحال هكا زاويه قائمه، والجهه الثانيه كذلك كديروا بحال هكا، كيكون هذا الخط هذا غادي، وهنا زاويه، يعني هنا غادي نقطعوا، فهمتوا؟ بحال هكذا ديروا التقطيع ديالكم هكا حتى كتوصلوا تقربوا لهادي. وغير بشويه البنات، هاد الخطوه اهم خطوه، الا فلتوها وكثرتوا فوت التقطيعه راه كديروا ديفو. اهم حاجه في الرندا هي التقطيعه هادي بالضبط. صافي البنات كتشدوا، المهم هذا نحيدو، كتشدوا التوب ديالكم كطويوه على هذا الشكل هذا هكذا، وكديروا هنا واحد التنبيله، والجهه الثانيه حتى هي كذلك كتشدوا حتى هو على هذا الشكل هذا، وديروا واحد التنبيله. انا غادي نبل معكم واحد الجهه، صافي البنات كيف ما نبلت هذه غادي نبل الجهه الثانيه بنفس الطريقه، نفس القياس اللي كطويوه هنا في التوب كطويوه من الجهه الاخرى، ردوا البال لهذه القضيه هذه. انا غادي نكمل بحال هكا، صافي هنا ثاني غادي نقطع نقلب الصدوق ديالي كيجي على هذا الشكل هذا البنات، ها نتوما ها هو الصدوق بحال هكذا، غنثبتو بفنيته تنوريكم كيفاش غندير نكمل الخدمه. كناخد هاد الخيط هذا ديالي كنديرو في البرا اللي كنت خدامه به، وكنكمل خدمتي بشكل عادي. غير دابا قبيله كنت كنزيد الغرز، دابا غادي نحبس زياده، غندير غرزه في الثوب، ها نتوما غندير غرزه في الثوب وغنحكمها عند اختها. صافي ما غنزيدش هنا الغرزه ديال الزياده، ما غاديش نزيدها، غنمشي مباشره نخدم الغرز اللي عندي في الوسط. صافي تنوصل للجهه الثانيه ديال التوب، حتى هي غادي ندير نفس الطريقه، وما غاديش نسميتو ما غاديش نبقى نزيد الغرز، صافي نضرب في التوب بالشكل هذا، ونولي نرجع بشكل عادي نخدم الغرزات اللي عندي. صافي البنات كتبقاو مستمرين على هذا الشكل هذا،
كتبقاو تخدموا، منين كتوصلوا للثوب ما كتزيدوش الغرز، كتبقاو تخدموا غير الغريزات اللي عندكم ودائما اعتمدوا الحساب. صافي البنات، كيكون هذا هو الطريقه كيفاش تحلين الصندوق ديالك مي كيكون مسدود من الامام. هذه هي الطريقه، كنتمنى بان الشرح يكون واضح ومفهوم. سمحوا لي البنات اللي طلبوا لي التطبيق ديال هذا الموديل هذا او ديال هذه الطريقه هذه وتعطلت عليكم، يلا كتب دابا والسلام عليكم الى فيديو لاحق ان شاء الله.